السهلاوي من طرف نادي التعاون. أخذتوا اللي أنتم كنتم جايين مخططين له من ملعب الجوهرة يا محمد؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا زملاء اللاعبين اليوم طبقوا كلام مدرب بالضبط تقريبا داخل الملعب. تعرف بعد مباراة الاتحاد والأهلي وفوز الاتحاد فريق جاب نشوة أكثر يعني، فاحنا حاولنا أول الوقت ما يتسجل فينا حكم أنه تقريبا 11 لاعب يعني جدد مع بعض ما في انسجام كثير ومزال ما لعب مباريات كثيرة يعني. فالحمد لله مشت الأمور، يمكن الهدف جاء غلطة بس الحمد لله داركنا الهدف التعادل، سيطرنا على وسط الملعب، حاولنا نستغل الظروف اللي معانا والحمد لله على كل حال. تحدثت عن الظروف المحيطة بنادي التعاون، تكلم عن 11 غياب ما بين إصابات ما بين كورونا وحتى أيضا جهاز تدريبي، قديش قدرتوا أنتوا تتعاملوا مع المباراة وتكونوا أكثر جاهزية لمواجهة الاتحاد؟ زي ما قلت لك هي الظروف تقريبا أغلب الفرق يمر فيها العارض هذا، صحيح. الحمد لله احنا الفريق كان جاهز، المدرب اشتغل، المساعدين المدرب اشتغلوا معانا هذا الاسبوع والاسبوع الماضي كل مباراة يعني بطريقة لعبها مناسبة بالشيء اللي نحتاجه داخل الملعب. راحوا 11 دخلوا 11 ثانيين قد المسؤولية، قدموا اللي عليهم، الحمد لله الفترة الجاية راح يكتمل الفريق بحكم انه صار منافسة اكبر من في الخانات، وإن شاء الله يكون توفيق فائز لنادي التعاون إن شاء الله. واضح أنه كان في تحدي ما بينك وما بين عمر هوساوي قبل المباراة، لكن في نهاية المباراة طلعتوا أحباب والتعادل يعني مرضى على الأقل من طرف التعاون. أكيد أبو ثامر يعني كابتن عمر يعني لعب معي فترة طويلة منتخب وفي النادي، أتمنى التوفيق والكابتن عبد العزيز، وزي ما قلت لك المباراة طلعت حبية وإن شاء الله التعاون راح يكون جاهز أكثر وأكثر الفترة الجاية. شكرا لك يا محمد. شكرا لك. شكرا لمحمد السهلاوي ومباشرة.